هزيمه مدويه مدويه للزمالك من طلائع الجيش 3-2. خسروني الرهان، كنت متراهن مع اصدقائي وزمايلي ان الزمالك يكسب النهارده على الاقل 3. قالوا لي، قلت لهم الفرقه مختلفه والشكل مختلف والروح مختلفه والاداء قدام بيراميدز حاجه مختلفه، وامام الشرقيه حاجه مختلفه، وامام اول اغسطس شيء مختلف، لكن قلت ان الزمالك هيواصل مسيرته، مش معقول يلعب 3 ماتشات برضه زي ما لعب مع ميتشو وكان بيراميدز في نهائي الكاس ويكسب الكاس وينام بعد كده. قالوا لي في الزملاء اللي بيغطوا نادي الزمالك، قالوا لي يا انكل ابو المعاطي انا بنقول لك ان في مؤامره داخل نادي الزمالك على الفرقه والمؤامره من اداره النادي. قلت لكم ان الفرقه بتطالب بفلوس وخدوا اكتر من ميعاد، اسماعيل يوسف قال لهم هنقعد مع بعض وهجيب لكم الفلوس والحكايه والروايه، وعمالين ياخدوا مواعيد وما بيحصلش. هنا المؤامره، هنا المؤامره، هتكلم بكل صراحه. اللعيبه دي مش دي لعيبه الزمالك اللي لعبت قدام بيراميدز وكسبته وقطعته 2-0 وقطعته تطلع كسبان 4. مش ده فرجاني ساسي اللي بيمشي بالكره لحد ما تضيع منه، ولا ده طارق حامد الاسد والوتد والحكايه والروايه اللي من ساعه ما خد انذار نظرا للعنف الشديد والبلطجه داخل الملعب من جهاد جريشه العالمي اجي ما لاقاهوش. ولا ده محمد عبد السلام اللي كان مكسر الدنيا في منتخب مصر، لاعب باك رايت، بس عبد السلام هنا بيفكرني بعبد السلام بتاع الديجي بتاع مدغم. يا عبد السلام ولا موجود خالص، ولا موجود خالص. عبد شافي انا اكتشفت انه بيلعب في اخر 10 دقايق لما لقيته طالع يعمل اوفر. محمود علاء واخدها رايح جاي كان الملعب بتاعه هو بس اللي في الفرقه، وحماس وروح وقتال وكل حاجه، لكن مش المساله مش في كده. دي ما بقتش فضيحه، دي بقت فضايح. ده مش اداء نادي الزمالك، ولما بنتكلم بنتكلم من غيرتنا على نادي الزمالك وغيرتنا على جمهور نادي الزمالك. الفرقه دي اقسم بالله العظيم الزمالك يكسب من غير جهاز فني ويلعب من غير جهاز فني، بس تبقى اللعيبه ايه؟ كده ايد واحد ومتكاتف وعاوزه تكسب، لكن اللعيبه دي مش عاوزه تكسب. ليه؟ لان الاداره نكثت بكل الوعود والعهود في الحصول على مستحقات اللاعبين، وبالتالي بنشوف اداء النهارده مالوش علاقه بالكوره. ده مش الزمالك 2-1 وضرب الجزاء يبقى الثالث، يا جماعه مش كده، ويجي جون يبقى 3-1، وبعدين كريم بامبو من تمريره يوسف اوباما السحريه بيسجل الثاني حفظ ماء الوجه. مصطفى فتحي مش ده مصطفى فتحي السافل اللي كان مكسر الدنيا مهاره وشوط وكل حاجه، لا 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 لا، مش ده نادي الزمالك ولا دي فرقه نادي الزمالك. وفرقه نادي الزمالك تكسب لوحدها من غير جهاز فني. ما تجيش تقول لي ان كارتيرون عمل، وكارتيرون كارتيرون ما عملش حاجه في الماتشات اللي فاتت غير انه حط اللعيبه في مراكزها، واللعيبه عندها اراده فوز، رغبه في ادراك الفوز، رغبه في الفوز. يا عم اكل عيش ايه وانسى اللي حصل؟ ما تجيش يا عم اشرف، يا عم اشرف بص انا بتكلم من حرقتي على نادي الزمالك، اللي عاوز يصدق يصدق واللي مش عاوز يصدق عنه ما صدق. احنا بنتكلم عشان الجمهور العظيم اللي محروق دمه. اقسم بالله الفرقه دي تكسب من غير جهاز فني، اقسم بالله الفرقه دي لو عاوزه تكسب هتكسب الجيش 3-4 زي ما انا كنت متوقع. لكن من بدايه المباراه ركز معايا، خيوط مؤامره الكوره لا يوم، مش محتاجه مستندات مرتضى منصور يطلع يمسكها بايديه، لا. بص الاداء الفرق، شوف الكوره اللي بتترجع لعواد من اول دقيقه كانت ممكن تبقى جون، وبعدين الجون الثاني امتى؟ في الدقيقه 2 يمشي كريم طارق يقطع الدنيا بحالها، يقطع الدنيا بحالها ويلعب لورا شحاته يحطها في الجون. ايه ده؟ ده الطريق فاضي والزمالك يتعادل بالرأسيه. قال لا، وبعدين ايه؟ ايه مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. وبعدين عاصم صلاح يجي له ضربه جزاء يحطها في ايد عواد، الحاجه الوحيد حسن الوحيد اللي عملها عواد طول المباراه. بس قارن بين عواد ومحمد بسام في الكرات العرضية، محمد بسام مالك 18، يفكرك بثابت البطل وعادل المأمور وحسن علي وإكرامي وشوبير، كل كرة في ال 18 هو مالك ال 18 يطلع ياخدها. محمد عواد عامل عقد انه يا اما يطلع برجليه بره ال 18 او جوه ال 18، لكنه في العرضيات ابيض يا ورد، ابيض ولا عنده فكر ولا عنده فكر. ورغم هذا صد ضربة الجزاء من عاصم صلاح، لكن عاصم صلاح بقى يعمل اوفر لاحمد سمير ديب يسجل 3-1 3-1 3-1. طب نيجي نبص لطلائع الجيش هذا الموسم قبل ما اخش في المباراه. هل فاز طلائع الجيش على اي فريق في الدوري؟ لا، لم يفز على اي فريق في الدوري سوى الزمالك.
زي انبي مع كابتن حلمي طلال لم يكن قد فاز على فريق في الدوري وكان الزمالك اول حاجه. الطلائع مع بيراميدز اتعادل 2-2 في اول ماتش، اتعادل 1-1 مع انبي ثاني ماتش، ثالث ماتش مع طنطا 0-0، رابع ماتش خسر من المقاولين 1-0، الماتش الخامس خسر من سموحة 2-1. بيجي يكسب مين؟ يجي يكسب الزمالك. هل فاز على فريق تاني غير الزمالك؟ عنده ماتش مؤجل مع اسوان، لا ما كسبش غير ديكيرنس في كاس مصر 1-0. يعني طلائع الجيش لم يفز الا على ديكيرنس والزمالك. ديكيرنس في كاس مصر والزمالك في الدوري. طب هل فاز الطلائع ام خسر الزمالك؟ خسر الزمالك، لان ده مش الزمالك، ده مش الزمالك. بص على الجون التاني، الخمسه بتوع خط الدفاع واقفين طابور كانهم في الجمعيه رايحين يجيبوا سمك ولا سكر ولا عيش، واقفين بشكل طولي، واقفين بشكل طولي مش بشكل عرض، واقفين ورا بعض طابور. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طارق يحيى لو كل الناس عمال تقول في وقت الماتش قلت له هيكسب، قلت طبيعي جدا طارق يحيى يخسر 3-4 من الزمالك بعد ما قطعوا بيراميدز وقطعوا اول اغسطس وقطعوا الشرقيه. اه فرق ضعيف باستثناء بيراميدز، لكن الزمالك يقدر يكسب. مفيش مقارنه بين المهارات الفرديه والقدرات الفرديه الخاصه للاعبي نادي الزمالك وبين طلائع الجيش. لكن اللي بيحصل في الزمالك مؤامره، والسبب المستحقات الماليه وعدم حصول اللاعبين عليه، لان مرتضى عمال يدي وعود ما بينفذش. بكلم احد المسؤولين في مجلس اداره نادي الزمالك بقول له ايه الموقف؟ قال لي الموقف ايه؟ هنمشي المدرب. قلت له يعني؟ قال لي ما هو كده، ما احنا نحن لا نواجه مشاكلنا بمشرة الجراح. النهارده هنقول كارتيرون خد له شهرين ثلاثه كمان وهو يمشي 200-300 ألف دولار ويمشي. قلت له غلط. قال لي طب هنعمل ايه؟ اللعيبه ليها فوق ال 30 مليون، النادي ما فيهوش فلوس، ادينا وعود للعيبه ان هنديها فلوسها وما حصلش. قال لي بص للعيبه كراجل بتاع كوره مش بتاع مستندات وقضايا، شوف ادائهم. قلت له محمد عبد الغني ما جاش، اللي الاهلي بيتخانق عشان ياخده وحكايه وروايه. محمد عبد السلام بيلعب مساك، لعبته باك رايت خلصته عليه رغم انه كان في منتخب مصر مكسر الدنيا. لو لعبت باحمد عيد الناشئ في هذا المركز باك رايت افضل. طب هو فين حازم امام؟ قال لك الضمة. ليه يا عم حازم؟ قال لك من عليا اقساط واخش السجن. حمدي النكاز رافضين التصالح معاه وقال لك خان ومش خان وكلام بالشكل ده. عبد الشافي الله يكون في عونه، الله يكون في عونه، اللي زيه طلع معاش ما جاش الماتش ده. طب تعالى على وسط الملعب، فرجاني ساسو طارق حامد مش موجودين، لا ده طارق حامد ولا ده فرجاني ساسو. شوف فرجاني ساسو بيمشي بالكره لحد ما تتقطع، وشوف كريم بامبو لما نزل نشط الدنيا ازاي، وشوف مصطفى فتحي لما نزل كل مصطفى فتحي مفلس كوره فبيعمل ايه؟ يتكلم مع الحكم. يوسف اوباما شايل الدنيا وعمال يلعب يمين ويلعب شمال ومين يخلص. بن شرقي ما شاء الله عليه، دول اللي لعبوا في الفرقه ثلاث لعيبه، محمود علاء، بن شرقي، يوسف اوباما، ومصطفى محمد في اللي كانت بتروح، دول الاربعه اللي كانوا بيبذلوا اقصى مجهود النهارده. عدا هذا ففريق الزمالك اشباح، والسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم من اداره النادي وتلقي وعود عديده بالحصول على مستحقات. لما بقول كده الجمهور بيزعل، انا بقول لك معلومه من قلب الفرقه، معلوم. طب هل الزمالك اللي مكسر ومقطع بيراميدز بكل نجومه ومدربه العالمي يخسر النهارده من 3-1؟ كان ممكن يبقى 4-3-2، كان ممكن يبقى 4-2 لولا ضربه الجزاء اللي صدها عواد. شكل وحش قوي بتاع نادي الزمالك، وده بادئ من اول الماتش. وزي ما احد الاصدقاء كاتب على ما هو مش هقول احد الاصدقاء، احمد عفيفي صديقنا يعني كاتب، قال لك الفرقه دي كان الناس قالوا لها ايه؟ اصحوا قبل الماتش 10، انتوا عندكم ماتش باستثناء بن شرقي. فدي مش فرقه الزمالك، دي مش فرقه الزمالك، مش فرقه الزمالك، اخطاء بالجمله، اخطاء بالجمله. طيب هناخد الماتش واحده واحده لان انا ليا بعض الملاحظات على التشكيل والحكايه والرد. لعب بعواد وعبد الشافي ومحمود علاء وعبد الغني ومحمد عبد السلام، مين اللي متغير؟ محمد عبد السلام، طارق حامد، فرجاني ساسي، بن شرقي، اوباما، ونجم، ومصطفى محمد. تشكيل اساسي كامل 100% يكسب من غير كارتيرون ومن غير اي حد، ويكسب
هيفي سكور كمان. لكن انت النهارده اللعيبه دي مش عاوزه تكسب. ليه؟ لان رئيس النادي اداهم عده وعود بالحصول على مستحقاتهم وما خدوش. كسبوا اول اغسطس ما خدوش مستحقات، كسبوا الشرقيه ما خدوش مستحقات، كسبوا بيراميدز العريق والعديد والعتيد ما خدوش مستحقات. هيعمل ايه هو؟ هيعمل ايه؟ يغرقك كوره يغرق. ملوش نفس. فيهم لعيبه هتتحبس وفيهم لعيبه عماله تقول اشمعنى خالد بوطيب، ورئيس النادي طالع يدافع عن عقد بوطيب ويقول لك محسن الشحات. حسين الشحات كانت صفقه سياسيه في اطار العناد، وجه حسين الشحات جايب اربع تجوان اهوت في ست ماتشات. خالد بوطيب عم شكشك جاي يتعالج، مرتبه في السنه 1,300,000 يورو، يعني 28 مليون جنيه. طب طارق حامد 5 مليون ولا 7 مليون وما خدهمش على حد قوله لاحد الاصدقاء. طب محمود علاء 3. ماشي، انتوا بتشتموا كمان في محمود علاء، اشتموا. انا بقول لك في وجهه نظري يا عم اللي لعب، انت مش عاجبك محمود علاء كمان خلاص انت حر. لكن انا بقول لك اللي انا شايفهم في الملعب يعني ها فيهم نفس هو محمود علاء وبن شرقي ويوسف اوباما ومصطفى محمد. رغم ان طارق يحيى مستبعد 9 لاعبين، اهم اللاعبين المستبعده مين؟ خليني اقول لكم اهم اللاعبين المستبعده. اهم اللاعبين المستبعدين عمرو جمال ماشي، وتالا نضاي ومحمد رزق واسلام سري واحمد كابوري عشان عقد الاعاره، وفي لعيبه اخرى يعني مش ده الموضوع. لكن عندك محمد بسام النهارده يا عم خلاص رايح عواد، لعب ابو جبل، لعب محمد صبحي. محمد عواد مش شايف، مش حاسس بمنافسه، رجعوا جنش. دي مش فرقه، دي فضيحه بجلاجل. لو حد عنده نم المجلس ده يستقيل دلوقتي، المجلس يستقيل. لكن انت تستقيل ازاي؟ ابن حبيبي يا نور عيني امير بيه مرتضى احسن من امير بيه توفيق، احنا اللي عاملين كل حاجه. وفرقه والمصحف والله العظيم فرقه الزمالك كعناصر لا هي محتاجه مدير فني ولا محتاجه رئيس نادي، تاخد مستحقاتها وتنزل كانها بتلعب دوره رمضانيه تكسب كل الفرق باستثناء الاهلي طبعا، يبقى في منافسه قويه. ويا ملت بختك يا فوزيه، اللي بيحصل ده كارثه. من الدقيقة الثانية ارتباك وجول يسجله محمد كريم طارق ماشي زي السكينة في الجاتوه لمحمد شحاتة هوب جول. دقيقة 18 أول مرة نشوف الزمان وإنذار طارق حامد، جهاد جريشة عالمي في المباراة سواء في ضربة الجزاء أو في إدارة المباراة كلها. لا طارق حامد شغال في دول تعال كارت أصفر، طبق القانون بحذافيره جهاد جريشة. محمد عبد السلام ما جاش، وأقسم بالله العظيم بقى تايه في المكان. طارق حامد بيضرب محمد شحاته بالقلم عشان جاب الجون، ايه يا عم هو في ايه؟ العبوا كوره بقى وتواضعوا لله بقى، تواضعوا بقى شويه. محمود علاء اول هجمه الراسيه بتاع الزمالك لعب 10 دقائق من الدقيقه 30 للدقيقه 40، راسيه محمود علاء كانت مرزات بسم الله ما شاء الله في ايد محمد بسام. 33 ناصر منسي راسيه في يد محمد عواد. اللي بعد كده دي 33 هجمه للطلائع العيال بانانيه شحاته وكريم وحكايه انانيه وناصر منز عايزين يستعرضوا، ربك عاقبهم ها بالجول في الدقيقه 35 محمود علاء واوباما وعرضيه مصطفى محمد والجول. ومصطفى محمد عمال يرد على بلال ويطرقع لبلال، بس الفرقه مش مساعدك يا ابني. اقسم بالله كابتن مصطفى عبده بيقول ده لو كان على ايامي كنت اخليه في الماتش يجيب خمس ست جوان بالعرضيات. طالع من وسط الدنيا بحالها جامب ما شاء الله فوق المتر ما شاء الله، ومرزبة في الجول. طب الفرقه بقى تساعده؟ لا. 41 بقى ناصر منسي بيسدد وعواد بيخرج ويسدد ويديله ثاني ويسدد وجول 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 و2-1 ده يطلع خسران الشوط الاول. طب بين الشوطين مفترض تبقى في غيره، مفترض تبقى في حميه، مفترض لما ننزل الشوط الثاني نلاقي تغير في الاداء وفي الشكل. لكن نزلنا الشوط الثاني لقينا ايه؟ نفس الاخطاء ونفس حاله الركود ونفس حاله اللعيبه. يبقى دي لعيبه مش عاوزه تكسب. لو لعيبه دي مرتاحه نفسيا والاداره دافعه لها مستحقاتها كانوا ينزلوا ياكلوا النجيل في الملعب. اقسم بالله ما بقول معلومه هنا غير من مصدر من مسؤولي نادي الزمالك ومجلس الزمالك والمقربين من مرتضى واللي بيسهروا مع مرتضى واللي بيهشتكوا مرتضى. متواصلين واثناء المباراه متواصل معاهم.
عشان ما حدش يقول لي ده انت مش عارف ايه. لا، اللعيبه ادتهم فرصه. الشرقيه اول اغسطس بيراميدز، عاوزين فلوسنا بقى زي ما وعدتونا. كان اسماعيل يوسف اتدخل ومش عارف ايه والحكايه والروايه، وكانوا مفترض يقعدوا الجمعه، قال لهم هنقعد بكره نقعد بعد مش عارف ايه لحد ما جه الماتش، ما قعدوش وما خدوش مستحقاتهم. هيعمل لك ايه لعيب الكوره يلبسك؟ انا بكلمك كوره والناس بتاعه الكوره ومشجعي الكوره يقدر يقول. قول لي يا سيدي ده مستوى عواد؟ لا. ده مستوى محمود علاء؟ لا. ده مستوى عبد الغني؟ لا. ده مستوى عبد الشافي؟ لا. ده فرجاني اساسي وطارق حامد؟ لا. ده ونجمي؟ لا. دي مش مصطفى فتحي؟ لا. كريم بامبو نزل حرك المياه الراكده لانه جعان كوره وعاوز ينزل ويغل ويعمل ويسوي ويدلع الدنيا. فبالتالي بيجي يخرج شوط اولاني 2-1 نفس الاخطاء بتاعت عواد والدفاع ما حصلش تغيير ليها، والشيشيني عمال يعترض بره. طب ما تحرك الدنيا في الملعب. اللي انا شايفه كابتن سامي الشيشيني المحلل العبقري، عاوز اشوف بقى سامي الشيشيني المحلل المدرب العبقري، ما بيعملش تغييره لا في الملعب ولا تحريكه ولا 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 اي حاجه خالص، كلها اعتراضات من بره. طيب بنيجي بقى في الدقيقه 3، محمد شحاته وكريم طارق وبتاع والحكايه والروايه. طيب اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم في الدقيقه 50 عرقله احمد سمير لم يتردد جهاد جريشه ضربه جزاء، شاطها عاصم صلاح، صدها عواد. ماشي، هل بقى دي بقى مفترض تعمل طفره معنويه في الفرقه وتضغط معنويا ومش عارف ايه وحكايه وروايه وتتعادل؟ جالك اوفر في الدقيقه 57 من احمد صلاح من عاصم صلاح لاحمد سمير عرقله، ديب عواد عملها ازاي؟ باي باي اشوفك بكره. ايه يا عم عواد في ايه؟ انت واقف خيال مقاتة في الجون، انت واقف خيال مقاتة. ده الاداره حاربت عليك ودفعت 40 مليون ومدلعاك وعملاك عقد ب 12 مليون. امال العيال الغلابه اللي زي مصطفى محمد ويوسف اوباما وزي محمود علاء وزي يعملوا ايه اللي ما بياخدوش فلوس؟ يعملوا ايه يا عم؟ انا ما بتكلمش في بسكليتات الله يكرمك، لا بتكلم لا في بسكليتات ولا في عجل ولا حتى في الزنا الرياضي اللي بيقول عليه. كل المصطلحات مصطلحات جنسيه، ما بتكلمش انا في الكلام ده، انا بتكلم كوره ورياضه. لن انجرف ابدا ولن اتدنى الى هذه السلوكيات. هو يقول اللي يقوله، هو يقول انا بتكلم كوره. النهارده الفرقه دي لو واخده مستحقاتها تكسبك مستريح، ده عملت الاصعب قدام بيراميدز. هتيجي تقول لي النهارده لعبت برعونه؟ لا ما لعبتش برعونه، اللعيبه مش في حالتها. واللعيبه دي لما بتاع كوره تجيب حد بتاع كوره، اللعيبه دي مش في حالتها، اللعبة دي مزاجها مش رايق، اللعبة دي مش عاوزة تكسب، اللعبة دي لو امتلكت الإصرار والروح القتالية هتلعب وتكسب. يجيب لك الجون الثالث 3-1. ماشي، نيجي الحتة الثانية دي 65 ضغط أبيض وحكاية ورواية، وبينزل مصطفى فتحي وقبل محمد ونجم ولا حد حس بمصطفى فتحي. ما أعرفش إيه السبب، هل السبب هو إن هو كان بيتعالج في خطر حطوا له حباية في الكوباية وشربوها له بحيث ينسى الكورة؟ ما تعرفش. عملش حاجة. بينزل مصطفى محمد بشوط صاروخية في ايد محمد بسام في الدقيقة 71، كريم بامبو بينزل بدل فرجاني بيحرك الدنيا، وبعدين كرة طايشة فوق تنزل مصطفى محمد براسه لأوباما بيلعبها بينية من بين اللعيبة يخش كريم بامبو يسجلها، تبقى 3-2 وتنتهي المباراة على هذه النتيجة. وبيجي هدف تاني من تسلل واضح، الكاميرا كانت موجود، تسلل واضح أي حد يحسب. عرضية عبد الشافي وإنقاذ محمد بسام، محمد بسام عامل ماتش عالمي عالمي، يعني هو ياخد 10 من 10 وعواد ياخد 3 من 10 لان اخطائه افقدت اللاعبين الثقه من اول لمسه. هل بقى كله زعلان عشان خالد بوطيب وعقد بوطيب 28 مليون وكلهم على بعضهم باستثناء فرجاني ساس 28 مليون؟ ولا تعلم. وبعدين الغرور لما بيجي يطلع رئيس النادي يقول لك هحبس واعمل واسوي واتنيل، تعمل ايه؟ ما تتشطر على فرقتك، ما تدفع مستحقات فرقتك، ما تشوف ال5 مليون دولار اللي انت خسرتهم نتيجه رحيل كهربا مجان. مش كهربا ده اللي جاب لك 3.5 مليون دولار في سنتين اعاره؟ طب البيع مش اقل من 7 مليون مش 5 مليون مش اقل من 7 مليون ده انت لو قعدت تطلعوا اعارات، لو قعدت تطلعوا اعارات. فبالتالي الهزيمه مدويه، الهزيمه موجعه، الهزيمه طبيعية في ظل آلة الكذب والافتراء اللي شغالة في نادي الزمالك. الناس ما بتقولش حقيقة أبدا ولا كلمة حق أبدا.